السلام عليكم، أهلا وسهلا بكم في ماستر إكس. أنا آسف على الانقطاع الطويل بسبب الشغل. الصراحة حاولت قدر الإمكان أوازن بين الشغل والمقاطعة، لكن ما قدرتش أعمل كده. النهاردة الشو كيس بتاع الأنفرسري الخاص ب يوجي نزلت باكيتس جديدة خاصة بسلايفر وبليسك ورعب، بحيث إنك تشوف أنيميشن جديدة ليهم. وبرضه نفس الكلام، تجرب بعض الكروت المساعدة لراع وبعضها مساعدة الأوبليسك. احنا جربنا نعمل اكتر من شوكيس ليهم قبل كده في فيديوهات سابقة، بس اتضح ان الباكيتس نفسها ضعيفة او الديكس نفسها ضعيفة، ما كناش قادرين نعمل حاجة مواكبة للموضوع ده. هنشتري ده الباكيت بتاعت سلايفر الجديدة اللي نازلة انفرسري دي، نشوف هيدينا ايه فيها، ونأمل ان احنا ناخد يوارز كتير عشان خاطر نبيع ونكون ديك قوية شوي نعرف نلعب بيها. الفترة اللي انقطعت فيها طبعا نزلوا الرانك بتاعي من الدايموند تقريبا 2 رانك، وكمان الامين اكاونت نفس الكلام نزلوا فيه 2 رانك. هنحاول نرجع تاني للرانك بتاعنا الدايموند ونوصل للماستر خلال الشهر ده واللي بعديه على حسب ما هنشوف. يعني دلوقتي خلينا نشوف هم عارضين ايه اصلا. تقريبا هم مفيش حاجة جديدة هنا، فهنرجع لل شوف ثانية الباكت. مفيش حاجة الصراحة يعني تشدك انك تشتري حاجة، يعني مفيش غير الباكت الجديدة اللي هي بتاعت سلايفر. احنا ممكن دلوقتي يعني نشوف اذا كنا نقدر يعني نجرب ننافس ونعمل شوكيس بالديك بتاعت اوبليسك. اهو زي ما انتوا شايفين الرانك وقع خالص. طيب تعال نشوف، ادي حاجة مسجلة كده، كنت انا عملت شوكيس ليها و اتفرج كده مباشرة على طريقة اللعب اوبليسك في النوميريون، ودي طريقة معروفة لكل اللاعبين يعني بيلعبوا بيها لو حبوا يطلعوا اوبليسك بسرعة. يعني الشوكيس اللي انا بعمله بقدر الامكان بحاول تشوف اسرع طريقة تطلع بيها الاوبليسك او سلايفر، بحيث انك تستمتع يعني بالمقاتلين دول. الناس كتير جدا يعني كارهين الكروت دي عشان ضعفوها خالص. هي في الانمي كروت لا تقهر يعني، ومحدش طبعا هيحب كروت لا تقهر في اللعبة، بس انا شايف ان في كروت كتير جدا في اللعبة لا تقهر. اجنستر لا يقهر الصراحة، وعندك الفاير وول دراجون لا يقهر برضو، وفي كروت تانية اخرى. فليش معنى دول يضعفوهم ما يخلوش ليهم قوة؟ ما اعرفش. فزي ما انت شايف كده انا بس بديك نبذة صغيرة كده، دي زي توتوريال في اللعبة من جوه، انت ممكن تختارها من السولو وتلعب. دلوقتي مثلا اللي قدامي طبعا عشان هو بي سي باسف، فمش هنلاقي منه اي انتاجية في اللعب، لكن احنا بنحاول قدر الامكان يعني ايه نستمتع بالكارت الجديد اللي هو معانا طبعا مجانا من الانفرسري بتاع يوجي. وبليسك انا ما اشتريتوش، هو ده الانيميشن الجديد اللي بيظهر لما تطلعوا، وفي نفس الوقت هو ده الكارت الجديد المعمول ومفيش غيره اصلا، الا لو انت حظك حلو بتشتري في الباكتس الخاصة بالاودز القدام وطلع لك فيه، فانت يعني الصراحة يعني محظوظ جامد جدا، انه صعب جدا يطلع. الكارت الفخ اللي جالي ده، الكارت ده لو راح المقبرة اقدر اجيب اوبليسك في ايدي، وده بيسهل برضو عملية ايه تنشيط اوبليسك في الملعب. انا هنا بحاول قدر الامكان ان اعرض لك شو كامل للكيس بتاعت اوبليسك، واتمنى ان يجيلي كارتين عشان اقدر اضحي بيهم واكسر كل البورد اللي موجود قدامي. طبعا عشان التوتوريال اللي انا اخترته شوية طويل عشان خاطر قدر الامكان العب، وفي نفس الوقت يجيلي كروت اقدر اوريك كل طريقة كل كروت اللعب بيها بالدك اللي معايا دي. وهي سيمبل جدا، انت بتعتمد على النوميريون وول، وفي نفس الوقت بتعتمد على البليسك، او لو انت عندك سلايفر في سوري لو انت عندك راع في الدك بتعتمد عليهم ان هم اللي يفنشوا الخصم اللي قدامك بتو هيتس او وان هيت. في الوقت الحالي ما فيش كروت كويسه بتجيلي، يعني اعتقد ان حظ النهارده مش تمام، واتساءل يعني اذا كان الشده اللي هتيجي دلوقتي في الكروت تبقى كويسه ولا لا. يعني نامل بذلك. يعني دي كارت كويس توضيح للكارت ده. الكارت ده لو انت معاك اوبليسك في يدك او اوبليسك في المقبره، تستخدم الكارت السحر ده عشان خاطر يجي لك اوبليسك من يدك على الارض ما يتاثرش باي ورق خالص اطلاقا، ولا سبيلز ولا ترابس ولا اي حاجه خالص. ولو جبته من المقبره نفس الكلام، بس في نهايه الترن الكارت اوبليسك بيروح المقبره مباشره. دلوقتي بحاول ان مثلا ما ازودش في الكروت بتاعت السحر دي،
بقدر الامكان، وبحاول قدر الامكان اضع فيها كروت تخلي اوبليسك استدعائه اسهل. يعني دلوقتي احنا في للاسف ما جالناش كارت كويس. الكارت ده انا بستخدمه عشان خاطر لو انا معايا كارتين في الملعب وقصادي كارت ومعايا اوبليسك، اقدر اضحي بوحش من وحوشه قصاد وحشين من وحوشي، فيجي لي اوبليسك في الملعب وفي نفس الوقت يكون وحش من وحوشه راح من الملعب. اللقطه دي انيميشن جميل. زي ما انتم شايفين اضافه الانيميشن للاوبليسك بالشكل ده هيتخلي الناس كتير جدا تحب تلعب بالاودز، حتى لو كانوا ضعاف هيحبوا بس يشوفوا الانيميشن الفينش زي دارك ماجيشن وزي البلو ايز. استكمل برضو، دي برضو لقطه من لقطات، ده اوبليسك القديم برضو معمول لي انيميشن زي ما انتم شايفين، وانيميشن جميل جدا. وكذلك الامر لو انت حبيت تشوف راع او تشوف سلايفر هتلاقي لهم انيميشن برضو مزودين لهم انيميشن. نفس الكلام ده توتوريال في الملعب باوبليسك اللي هو العادي اللي هو مش المعمول للانيفرساري، بس هتلاقي نفس الانيميشن في النهايه يعني في الفينش. دلوقتي انا بحاول قدر الامكان اوريكم شيء من الريبلايز في الرانك طبعا بعد ما نزلت، انك تشوف بس المشهد اكتر اوضح بشكل اوضح. انا تجنبت تشوف الماتش اللي فات ده عشان خاطر طول ما كانش لي اي لازمه وما عملناش الفينش في النهايه بابليسك، فعملت اديت سكيب للمشهد يعني للدخول على مشهد احسن يعني اللي هو ده. ده نفس الشخص اللي كنت بلعبه بس الريبلاي بتاعه مختلف عن اللي فات، كان في مشكله في الريبلاي اللي فات. وهتشوف دلوقتي ايه المشهد فينش في ماتش رانكد. استخدمت السحر الورقه بتاعته لاستدعاء بليسك في الملعب مباشره، ده بليسك هيروح المقبره بعد الجوله دي. تمام كده احنا معانا في يدنا اوبليسك، مش قلقانين من حاجه لو جالنا هو باي حاجه من وحوشه مثلا وعندنا معانا اوبليسك بعد كده يجي نزل الملعب مش هيقدر يتاثر او تارجت بالماجيك، فهنهزمه ان شاء الله. كده احنا معانا كارت تضحيه ثلاثي، ده لو هو معاه ثلاث وحوش او احنا معانا وحشين وهو معاه وحش نقدر نضحي بيهم كلهم في الملعب وننزل اوبليسك، وده اللي احنا نسعى ليه دلوقتي. احنا معانا وحش فاضل لنا وحشين ينزلوا الملعب وهنضحي بيهم ونجيب اوبليسك. هنينا نشوف هو بيلعب بالميك واللايف توينز. هشوف ادي ميزه اوبليسك طبعا سرندر فوري بما انه راى اوبليسك في الملعب. ده نشوف مشهد تاني، المرة يعني المشهد القادم انا احاول قدر الامكان يعني ان اخلي يعني انا احاول اجيب فينش لسلايفر وراع وبليسك في فيديو واحد كامل بس على ميتا ديكس. يعني انا دلوقتي كلها عبارة عن شو كيس مش اكتر. يعني دي بندل من بفتح بندل السلايفر بس بالاكاونت التاني، يعني لعل وعسى نلاقي حاجة. تلاتة يو ار بس، اربعة يو ار هيتباعوا كده كده. ايقونة سلايفر معروفة حلوة شكلها لذيذ، الورقة من ورا شكلها لذيذ وعيون الصفرة دي. الارضية بصراحة روعة جدا، دي اللي عجباني فيها ان حتة الارض بتاعتها اتغيرت تماما وخلوها كأنك قاعد في وسط الغيوم كده، وفي زي رعد وبرق بالضرب يعني في الارض لما تضغط على سلايفر او المجسم بتاع سلايفر، وده هنحاول نركبها ونلعب بيها. يعني الكروت هنا يعني مش عجباني قوي، في الكارت من الكروت ده جميل بيستخدموه في الترابس، حلو انك بتفنش فيه. ونفس الكلام الجوكر ده لو انت هتلعب بسلايفر فعلا بتلعب بالنايتس والجوكر، وكارت ده الارشاد له الفيوجن بتاعه روعه فوق الروعه. ده كارت هيتباع لا محاله، وده كارت هيتباع لا محاله. ما بلعبش سلامندر ولا بلعب حتى الورلد، ما بلعبهمش خالص، جولوم ما بلعبش جولوم، كل ده هيتباع. ودي فايده الكروت اللي بتجيلك كده مره واحده من الباكتس الاس ار واليو ار على طول، بيع يا اسطى ما تشغلش بالك باي حاجه، دي افضل حاجه تعملها. كارت ده جميل لو انت بتلعب فيرتشوال وورلد، يعني هو اصلا عنده اكتر من خاصيه على حسب الكروت الاتاتش ليه. ما اعتقدش ان في حاجه شداني في الكروت الباقيه، طبعا كروت الار ياما منها كتير. يعني
نشوف الايديت، نعمل ايديت كده صغير. بالنسبه للموضوع الكونديشن بتاع اللي هو الخاص بالبروفيشنسي والكلام ده كله، الكونديشن سهله مش صعبه، انت دوبك تعمل الديك على حسب الكونديشن وتخلص وتقلب، وهكذا تعمل كونديشن وتخلص وتقلب، بحيث انك انت تنجز فيها. هي بتديك كروت وبتديك بعض الحاجات اللي هي مش اساسيه يعني في اللعبه. احنا نختار وجه النينجا، مش بفضل يعني سلايفر، هتلاقي ناس كلها مختاره سلايفر، ومش هختار طبعا الا غير الدايموند فريم عشان الناس تعرف ان احنا كنا دايما قد كده، ما هو الناس احنا داخلين نلعب وخلاص. ممكن اختار هنا لايت سايد، وممكن اكاديمي 2023، مش عارف الجاما فور شور هيبقى اكيد المين فريم، الميد بتاعنا والصديق الصدوق اللي معانا على طول. مش هغير الايقونه الكبيره خالص، الخلفيه الباك جراوند اخليها برضه تفضل زي ما هي ليجندري دراجون، لانها بتدل على مرحله من مراحل الليفلات بتاعتنا وصلنا لفين في اللعبه. ونامل ان احنا لما نكون بنلعب ضد ناس تفهم عشان تلعب باقصى طاقه عندها وتبقى الدول فيها حماس. يعني انا الديك اللي معايا دي كلها هي دي الديك اللي كنت بلعب بيها من شويه، وهي دي اللي فيها الاوبليسك وستاع اوبليسك بالطريقه السريعه. انتوا زي ما انتوا شايفين هنا، انا ما بحاولش قدر الامكان يعني اخلي الديك معقده شويه، انا بحاول قدر الامكان اخلي فيها الاستدعاء للوحوش بسرعه. بس مشكلتها انها ضعيفه، يعني لو انت خسرت اول جوله ومعاك وحش كبير انت خلاص مت، خسرت مش هتكمل اللعب. سلايفر شكله روعة، يعني سلايفر انا شايفه ان هو من اقوى الكروت، يعني حتى لما تحط في الملعب بيبقى ليه هيبة. تعال نشوف كده جولة كده من الجولات، يمكن يعني انا اامل ان يكون في حاجة في الريبلاي ده او اشوف ان انا الكروت اللي معانا كويسة مش وحشة. الشخص اللي قصادنا ده تقريبا احنا غلطنا بغبائنا، اشتغلنا ماكسين، هو بيلعب اصلا حاجة اعتقد انه بيلعب سبيلز عايز يموت نفسه، مش عارف حاسب كده. احنا نشتغل عادي لعبنا السريع جدا اللي هو نوريك وول، وننزل وحوشنا ونجيب راع ونفنشه، وده اللي هيتعمل في الريبلاي. بس انا يعني ايه خليت الريبلاي بشكل سلو عشان خاطر تنتبه للي بيحصل لو انت حبيت تلعب براع. بس هنا الفينش بتاع راع شكله جميل جدا، الكانون بليز، بس ما كانوش عاملينه بصراحة يعني زي ستريم اوف لايت او حاجة زي كده، لا 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 فاير بول بس فينش حلو، فينش حلو جدا يعني. ده الفينش بتاع راع زي ما انتم شايفين جميل جدا. انا خدت كارت راع على فكرة بالمناسبة من الباكت بتاعت الاولد ليجاسي، ودي كانت حاجة غريبة خالص جدا 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 جدا. طيب دلوقتي كان فترة من الفترات كده كنت حاولت قدر الإمكان أوريكم مشهد من المشاهد يعني اللي هي خاصة بالجيم يعني وكده. الجيم بلاي اللي انتوا تشوفوا شايفينه قدامكم دلوقتي ده بتاع الكشتيرة، أنا ببقى بلعب كشتيرة سكند أفضل من فيرست عشان الديك بتاعتي بتبقى مينلي معتمدة على الخصم نفسه بيعمل ايه. هنا أنا الماتش ده يعني بوريكم نموذج يعني زي ممكن تلعب قصاد واحد بيلعب بميتا ديك، وفي ممكن انت ما يكونش معاك اصلا ورق تقاوم بيه اي ورق من ورقه، لكن دايما يقول لك ايه حاول تخدع الخصم على قد ما تقدر الى ان تصل لحل انك ازاي تكسره. الفاير وول دراجون ده من اقوى الوحوش يعني سبحان الله كده، وحاطينه كده اللي هو ايه نظام غلاسه اللي هو وحش قوي جدا وفي نفس الوقت عنده امكانيات يطلع. طبعا هو ينيجيت الريجيكي، انا هنا هشيل وحش من وحوش وخوفا انزل زيه في المرحله الثانيه، وهنا بلعب بمخه لو انا بلعب كشتيره. طب انا بلعبش كشتيره، طب هلعب لك كره سفير بعد شويه الله اعلم انا هنزل ايه. هو دلوقتي بيحاول قدر الامكان يوقف كل محاولات ان انا العب كشتيره بشكل كامل، فينزل وحش يشيل كروتي اللي موجوده على الارض او في يدي. نامل ما يشيلش حاجه، فشال كارت من كروت كشتيره المهمه وشال كارت الاساس الكشتيرة. دلوقتي هيتفاجئ ان احنا الكارت بتاعنا هننزله من الملعب على الارض اللي هو كارت كشتيرة، هننزل كارت من كرت كشتيرة في الملعب، وفي نفس الوقت هنضحي بيهم وهننزل الاي بيج اي، وهنا ناخد وحش ابو 8000. وهنا يتفاجئ مفاجأة حلوة
ان احنا هنا ضحكنا عليه. بس وان شوت وان هيت وي وين. يا ريت يكون الفيديو عجبكم والديمونستريشن عجبتكم، وان شاء الله في فيديوهات اكتر للديكس بتاع ستايفر وراع اوبليسك. ما تنسوش السبسكرايب.